تضم معنا من محافظة حفر الباطن مراسلة الإخبارية وزيرة الرميح. أهلا بك وزيرة، مساء الخير. إذن حل السوق ربما لا يصمت كما ذكرتي، وهنا السؤال الأبرز، ما هو دور الجهات المسؤولة من خلال بحثك واستقصائك أيضا في هذا التقرير؟ أحمد، طبعا نحن الآن من هذا السوق نقف، ودور الجهات المسؤولة أكيد السوق هذا تسلمته مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل 4 أشهر. طبعا اختصارا للوقت أحمد، دعني أنتقل لضيفي مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن المهندس عبد العزيز اليوسف ليحدثنا عن الحلول التي سوف يتبعونها والمتبعة الآن، يعني كما نرى بدأ العمل. تفضل، حياك الله معنا شاشة الإخبارية، وحدثنا عن الحلول التي اتبعها المكتب. نمسي عليكم في قناة الإخبارية وعلى الإخوة المشاهدين، ونحب نوضح أن عملية نقل الاختصاصات بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة البلدية والقروية والإسكان على قدم وساق وفي مراحلها النهائية، بإذن الله راح نلحظ تغير في الأشهر القادمة. بالنسبة للسوق الموجود الحالي، هو سوق قديم، وقد تم الاتفاق مع المستثمر على إزالة السوق بإذن الله في الأشهر القليلة، والبدء في تشييد سوق حديث يليق بمحافظة حفر الباطن ويلبي الاشتراطات الفنية والصحية لأسواق اللحوم والأسماك. إذا دعني أسألك عن الحلول الحالية، ماذا تفعلون؟ ماذا عملتم؟ طبعا اليوم احنا نقف أمام السوق لإصلاح العديد ومن الملاحظات الموجودة في السوق والتي تم ملاحظتها منذ استلام السوق قبل أشهر قليلة. بإذن الله الآن سوف يتم ترميم بركة الماء وأيضا إصلاح المواقف وإصلاح البلاط المكسور وبعض الملاحظات بإذن الله التي سوف تشكل فارق في الأيام القليلة، خلال 3 أيام أو 4 أيام بإذن الله نشاهد الاختلاف بإذن الله. شكرا على كل هذه التفاصيل بشأن الإصلاح. طبعا هذه هي الحلول المتبعة، وبإذن الله سنرى تغيرا غريبا لهذا السوق، يعني يواكب التطور الذي تعايشه حفر الباطن ويلبي احتياجات مرتدي هذا السوق. أشكرك. طبعا أثناء تواجدنا هنا، يعني أثناء تواجدنا هنا يعني كما نلاحظ العمالة بدأت لإقلاق البركة المكشوفة أيضا، وتم تأمينها مساء البارحة منذ يعني طرحنا لهذا الاستفسار عن حل هذا السوق. ونعم، الصوت والصورة لك. يعطيك العافية وزيرة، شكرا لك وزيرة رميح مراسلة الإخبارية في حفر الباطن.